مساء الخير، زيكم. لو ابني خارج وانا لازم احضر له اكل ياكله معايا، مثلا خارجين النادي او هنقضي مثلا كام ساعة بره والدنيا حر، ايه الحاجات اللي ممكن اخدها وتبقى سهلة قوي؟ نمرة واحد، اسهل حاجة في الدنيا الموز. الموزية بس اهم حاجة ما تاخديهاش جوه كيس لانها هتسود جدا على ما تروحي المكان. في كوفر معين بيتباع بره للموز على شكل موزية كده، بيتحط فيه الموز، او لو امكانياتك لا تسمح خليه مثلا في جيب الشنطة كده، في حتة باينة في جيب الشنطة من جنب، بحيث الموزية ما تسودش. اسهل حاجة، يا اما الطفل فوق الثمان شهور هتقشريها له من حتة بس صغيرة وتسيبي الباقي ويمسكها وياكلها، يا اما لو ابنك 6 شهور او اقل او لسه يعني مش بيمسك بايده، اهرسيها له بس بالشوكه وقت على طول الاكل. تقدري تاخدي معاكي علبه صغيره لو انت واخده الموزاية والطفل ما بيشبعش منها، خدي معاكي علبه صغيره محكمه الغلق فيها شويه شوفان مطحون، يكون بس شوفان متنشف على النار ومطحون، وشويه رشه قرفه، وممكن رشه مكسرات. دول مش هيبوظوا في الحر خالص، ووقت ما الطفل هياكل اهرسي الموزة على الميكس ده او الخليط ده، بحيث الطفل يشبع ويبقى وصل له قيمة غذائية اعلى. نمرة اتنين، ممكن تاخدي معاكي زبادي. الزبادي ممكن يدخل من اتمام السادس، يا اما تاخدي معاكي الزبادي اوريدي وانت نازلة من البيت والتكليف في خلال ساعتين مثلا قبل ما يبوظ، الا لو العربية فيها تكييف وهيعيش معاكي شوية وقت اطول، يا اما وانت في الشارع خلاص ابنك جعان وعايزة تاكليه حاجة، تقدري تقفي عند اي سوبر ماركت تشتري زبادي من غير فواكه عادي الطفل ياكله. نمرة تلاتة، خدي معاكي ممكن لو ابنك فوق التامن ممكن تعملي مكرونة مسلوقة، يا اما فرن عشان يعرفوا يمسكوها اللي هي البنة، يا اما تعملي مكرونة مقصوصة، سوري، اللي هي الخواتم الرينجز، الخواتم التخينة. في 2 خواتم، في مرمرية بتبقى صغننة قوي وفي كبيرة شوية، الاتنين بيحبوهم، هما بيحبوا يلقطوا بصوابعهم قوي بعد التامن وبياكلوها وبتبقى لطيفة جدا. تالت حاجة ممكن تعمليها، رابع حاجة اللي تاخدي معاكي افوكادو. الافوكادو لو امكانياتك تسمح او هي موجودة حواليكي، تقدري تفتحي الافوكا في وقت ما انت محتاجاها وتطلعي بس بالمعلقة، تكون طرية، تطلعي بالمعلقة وتهرسي والطفل ياكلها في ساعتها. وجبة مغذية جدا وفيها كل حاجة على فكرة، فيها البروتين وفيها الفيتامينات وفي كل حاجة، وسهلة ان انت تاخديها معاكي. الحاجه اللي بعد كده بقى اللي بحب اعملها قوي، التوست. ده اسهل حاجه، هاتي توست بني او توست حبوب كامله او توست شوفان، اوكي، يكون توست طري، ممكن تحطي جواه جبنه، اي جبنه سهله، لو بتحطي نستو ما تكتريش لان نستو مش اختيار صحي قوي، بصراحه مش اختيار صحي خالص، بس يعني اوكي لو بتستخدميها مره اوكي عدت عشان كنا خارجين. الافضل يبقى ساعتها على الاقل هاتي النستو اللي تكون معموله بلبن 100%، ما يكونش بقى فيها بقى زيوت مهدرجه وحاجات تانية، هي كلهم فيهم زيوت بس يعني اللي بلبن 100% ارحم. انا بحب اجيب الجبنه القريش وبالزبادي اطريها، اعملها كانها سبريد، هعمل لكم ليها فيديو، وتتحط على التوستيه واحمصها شويه عشان التوست ما يفرولش من الجبنه، واقطعها مكعبات صغيره، بنتي تحب تلقطهم كده على طول، بيبقوا سهلين. ما عندكيش توست، هاتي عيش، عيش بلدي، خبز بلدي العادي ابو رده ده اللذيذ ده، وحطي فيه حته جبنه شادر ودخليها الميكرويف او الفرن تسيح لمده مثلا 10 ثواني، بتبقى ماسكه نفسها ولذيذه، وبيحبوا يقطوا منها لقم وبياكلوها. انا عارفه انه الاعتماد على الجبنه الشادر او الجبن الصفرا طول الوقت مش صحي، بس انا بتكلم في ظرف طارئ، احنا خارجين خلاص وما عنديش اوبشن بس وقت الخروج، او مش متاح عندي موز او كذا، فيعني ممكن تكون استثناء، لانه في امهات بتقولي طب انت ليه بتقولي حاجات مش صحيه، في اكسبشن، احنا مش ممكن العيال هتعيش طول عمرها ما تاكلش جبنه شادر، هي هتاكلها بس كميات صغيره. طيب، وعلى فكره جبنه شادر اكتر نوع جبنه صفرة فيه كالسيوم، غنيه جدا بالكالسيوم. طيب، الحاجه اللي بعدها اللذيذه قوي، ان انت تاخدي معاكي بسكوت تسنين او تعملي المافن في البيت. هتلاقي لايف مخصوص معمول على طريقة عمل بسكوت التسنين والمافن، بصي عليه هحطهولك في اخر الفيديو، لو انت عايزة الطريقة بتاعته، وتنفع من اول 6 شهور، ولو الطفل فوق سنة تقدري تجددي فيها. ممكن اخر حاجة، تجيبي شوية خضار، بطاطس، جزر، تقطعيهم صوابع كبيرة، وتحطيهم بزيت زيتون وزعتر وتدخليهم الفرن، اوكي، ينشفوا شويه كده ويعني يستووا بس ما يطروش قوي. الطفل من 8 شهور واحنا خارجين الحاجات دي ما بتبوظش بسهوله، ممكن يمسكها وياكل فيها، هيشبع،
وهيبقى اخد حاجه ليها قيمه غذائيه عاليه. وممكن تعملي كده برضو في البطاطس اللي هي بالنسبه للشوام البطاطا بالنسبه لنا احنا كمصريين، بالنسبه للشوام اللي هي البطاطا الحلوه، عشان بتسالوني الفرق ده كتير. ممكن كمان تسلقي شويه بسله، اوكي، لغايه ما تطرى خالص، ومن اول التامن الطفل بيفعصها كده بايده وبياكلها. ممكن تاخدي معاكي رز بالشعريه عادي جدا، على فكره لو ابنك فوق التامن خدي معاكي رز بالشعريه عادي جدا، قطعي عليه شويه فراخ بالمقص بتاع المطبخ رفيعه جدا جدا كانها فتافيت، ومعلقه خضار مضروب في الخلاط، او بلاش في الخلاط، او مهروس، او الجزرايه نفسها تهرسيها وتحطيها مع الرز، او البسله تهرسيها وتحطيها مع الرز. الرز بحد ذاته من غير صلصات بيعيش، فممكن الطفل ياكله عادي من التامن، مش هيقول لا، بالعكس ده انت كده تبقي بتخشيني الاكل.